بداية فإذا أقيمت ليلة أمس بأوبرا الجزائر بعلام بالصيح حفل تسليم جائزة تعالي معاشي لمبدعين الشباب في طبعتها 13، وقد أسفرت النتائج عن تتويج 24 شخصية في مختلف المجالات من أصل 279 مرشح. هذا وتم تتويج كل من بن لكحل نسرين بجائزة أحسن رواية، حنتور غنية كأفضل أداء مسرحي، لبلالطة عبد الناصر عن فئة الغناء والرقص، وبناب خالد توج بالمركز الأول عن فئة السينما. التغطية كانت لعبد الرحيم بونمري. الحاجة الجديدة العام هذا في طبعة 2019 هي مرافقة هذا الشباب الذين شاركوا في هذه الطبعة في مختلف المجالات، في الأدب، في الموسيقى، في الفنون التشكيلية، في المسرح، كل مجالات الثقافة. المرافقة سوف تكون بعد تسليم هذه الجوائز. إذا اغتنم الفرصة أنه نهني ونشكر كل هاد الشبان على هذا الأداء الجيد والقيم جدا اللي قدموه اليوم. احنا بالنسبة لنا يعني كطاقم حكومي تنقلنا اليوم للتشجيع ومؤازرة هذا الشبان. أكيد هو لما تتلقى يعني 279 ملف ترشح لنيل 24 جائزة، أكيد يعني لازم تكون فيها قوانين صارمة ومجموعة من الشروط يعني التي اعتمدناها منذ البداية، وكانت شروط ثلاثية، يعني هو أنه لازم يكون الإتقان في العمل المقدم، لازم تكون الجودة، ويكون فيه خط الإبداع واضح.